بيشغل شغل اليد. حياة الرهبان مش بس عبادة، ودي معلومة أنا بصراحة ما كنتش أعرفها. الراهب بيشتغل في كل حاجة، في الزراعة وفي الصناعة وفي النجارة، لدرجة إنهم ما عندهمش وقت خالص. باختصار، حياة الراهب لا تتوقف، أولها صلاة وآخرها صلاة، وبين كل صلاة وصلاة عمل مستمر. وهو بيشتغل لاحظ ان جدل الخوص بيبقى باليد، وهو عمال يشتغل يصلي، يعني برضو شغل الراهب قانونه، وهو بيصلي يعني الشغل بالصلاة وعمل بالصلاة، يبقى الراهب اكن حياته كلها صلاة. ولقى الملاك ده لابس زي اللبس اللي احنا لابسينه ده، وقال له البس اللبس ده، هي جميلة. بس الاول طبعا كان من الكتان، من الكتان الابيض اللي هو علامة الموت عن العالم، لان قدماء المصريين والزمان والكفن لغاية دلوقتي بيبقى ابيض. فلكن بمرور الايام بقى لبس الموت هو المشهور باللبس الاسود، فكلنا دلوقتي بنلبس اللبس ده، لكن كان زمان لبس ام انطونيوس. يعني معنى اللبس ده عندكم ان ده لبس الخلاص من الحياة؟ لا، مش لبس يعني الموت، الموت الادبي عن كل ما يخص العالم. الواحد يحيى معنى ارتداء هذا الزي، كأنه انسان، انك انت اصبحت بعيد عن شهوات كل الحياه كلها، عن كل ما كل شهوات الحياه، كل شهوات العالم، طالما ارتديت هذا الزي. ده اصل اللبس ده في مصر، وهو في العالم كله اخذوه، من العالم كله، من ام انطونيوس، مش هنا بس، يعني كل الرهبان في العالم كله يرتدوا زي ده، كله بيرتدوا زي الاساس بتاع ام انطونيوس. زي ام انطونيوس احنا بنلبس بقى اللبس الابيض بتاعنا، لانه برضو بيشيل النقاء والصفاء والطهارة. بنلبسه في الصلاة في الكنيسة، بنلبس اللبس بتاعنا ده، بنلبسه داخل الكنيسة. ام بقى انطونيوس ابتدى يلبس كل اولاده الرهبان كده، ومن جد هنا من التسمية ابو رهبان، يعني ما كانش فيه اللقب ده قبل كده، لان هو اول من لبس لبس الرهبنه ولبسه لكل الاجيال اللي جات له، كل الناس تلاميذه، واحنا نفسنا بنلبس نفس اللبس ده، فبندين بالولاء لام انطونيوس اللي هو صاحب الفكره الاساسيه. واللي جاله زي ما حضرتك ذكرت، جاله ملك من السماء اداله تعليمات، وجات له ارشادات من الرب. لدرجه ان من شهره الانبا انطونيوس، الامبراطور قسطنطين نفسه مره بعت له جواب وبيطلب صلواته وبيطلب بركته، الامبراطور قسطنطين. ففرح في العالم كله على انه رجل مبارك. فرح الرهبان بان الامبراطور سمع بيهم وباعت بيطلب صلوات الام انطونيوس، لكن ام انطونيوس قال لهم انتوا بتفرحوا ليه؟ مهما كان امبراطور فهو زائل وهيقابل للموت وهيموت، لكن احنا معانا كلمة ربنا التي لا تموت، وحياتنا مع ربنا. يعني ما كانش يهتم خالص ان بالظهور ولا بالمناصب. هو بقى يعني توفى هنا بقى. انبا انطونيوس بعد كده عاش 105 سنة ودفنوه هنا، ومدفون هنا تحت المذبح الوسطاني اللي في الكنيسة الاثرية اللي على اسمه.
هل هو وضع شروط معينة لاختيار الراهب، أم إن أي حد يقرر، أي شاب يقرر قبل ما يتجوز إن يجي يعيش هذه الحياة فأنتوا بتقبلوه؟ هو لازم اللي هيتقدم للرهبانة بيمر بحاجات كثيرة جدا. زي إيه بقى مواسد؟ يعني أول حاجة إنه يحط في دماغه إنه يكون نفسه يعيش مع ربنا بكل قلبه. بتعمل له اختبارات على طبعا بتعمل له اختبارات طبعا، وممكن واحد ترفضوه خالص وهو يجي وما يقدرش على الحياة دي لا يعني زائد انه يحط في دماغه انه هيعيش وهيموت داخل اسوار الدير، مش هيخرج. هيخرج يروح فين يعني لو عايز يزور يخرج اهله؟ لا يخرج لضرورة مثلا مرضية لو هيتعالج مناش قادرين نعالجه هنا، انه ما يروحش يشوف اخواته قرايبه. هو المفروض مات، انسان مات مات خلاص. يعني في ناس ده مش بس انه ما بيطلبش، لا ده بيتدرج انه مش يعني مش بس انه يبقى في الدير، لا ده بيشتهي سكن الجبال وفي اباء في مغاير حاليا هنا. في اباء في مغاير عايشين فيها طب هل ينفع ان الراهب يجي يعيش شويه ويمشي شويه ويرجع يعيش شويه؟ لا ما ينفعش. الاول بيقعد يتردد، عشان كده بنختبره. يعني يقعد يتردد فتره طويله قوي بالثلاث اربع سنين على الدير، ويقعد خلوات يسمحوله بده يجي يصلي ويصوم ويتعبد ويشوف حياة التسبيح ويشوف حياة الرهبنة. لازم يكون مخلص كليته ناجح جدا في العالم، ويكون عنده شقة وكل الحاجات متوفرة له. يعني اذا الحياة هربان. الحياة في ايده، الحياة في ايده، ما ضغطتش عليه فجالي. ايوه لا 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 ما يا سلام يعني يقدرش. لازم يكون قابض على الحياة، يعني عنده كل الاشياء اللي تأثر له الحياة ويسيبها من اجل ربنا. انما لو ما عندوش بقى ما ينفعش. ما يقدرش انسان يعبد اثنين، الله والمال، وهو عشان يتحرر. لا احنا نتكلم لو واحد ما عندوش حاجة لكنه قرر انه يعيش حياة ربنا، بس لا يمتلك شيء. لا يمتلك، المهم انه يمتلك نفسه، انه يكون حاسبها كويس ويقدر يعيش الحياة دي كلها مع ربنا. طب وإذا قصر هذا الشيء وخرج يبقى إيه ده؟ موقفه إيه؟ يبقى ترك الرهبنة. طب يبقى ده موقفه إيه من دي؟ يبقى ترك الديانة؟ لا لو يعني واحد مثلا قعد 5-6 سنين وما استحملش. ما استحملش هو بيمشي، يبقى كان بيطلق عليه شلح نفسه بالرهبنة. يعني شلح يعني خلع لبس الرهبنة ومشي من الرهبنة. لا هو ما بتجيش ابدا كده، لان احنا زي ما انا بقول هي ما بتقفش على الاختبارات دي. بعد كده ما بيخلص بيجي وبيقعد مثلا يطلب الرهبنة، بنشوفه بنعمل له اختبارات، ولازم يكون جسمه سليم برضو بيكشف او كده، ما يكونش هربان من اي مرض من اي حاجة من ضغوط حياة معينة. بيجي الواحد يقعد فترة بتاع 3-4 أشهر بلبس ازرق، وبعد كده يقبل في الدير كطالب رهبنة بلبس الأبيض، يقعد 3 سنين يختبر فيها الدير وهو يختبر الدير. بعد كده بيترسم وبياخد اسم جديد وبيبقى بشكل جديد، إشارة أنه ترك كل ما في العالم، بقى إنسان آخر ولا يذكر شيء ولا يشتهي ولا يتذكر حياته القديمة ويقعد يحكي عليها. احنا عندنا بعض اجساد قديسين بتتحط في انابيب، او بعض اجساد سليمة. يعني احنا عندنا هنا حضرتك في جسد الانبا يوساب اسقف جرجا واخميم، وكان راهب من هنا في الدير وطلب انه هنا، ده جسده سليم متكامل. يعني ايه سليم متكامل؟ يعني محطوط في مقصورة ازاز، وحضرتك في العيد بتاعه انا حتى علشان نقدر نزفه فبشيله. بتشيله بإيدك؟ بشيله بإيدي، سليم، جسد سليم متماسك. وده موجود هنا؟ هنا موجود في حتة عالية؟ لا 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 في الكنيسة حضرتك. يعني هتشوفه ملفوف يعني؟ هتشوفه حضرتك.